هذه النشرة برعاية إسي مابلر. المدعي العام يقول عقيلو فرض معاقبة السويد على مشاركتها في الحرب ضد الإرهاب. حزب اليسار يطالب بإعادة أنصار داعش السويديين ومحاكمتهم. أهلا بكم إلى نشرة الكومبس. بعد تحقيق طال أمده بدأت اليوم في العاصمة السويدية محاكمة منفذ الشاحنة الإرهابي في ستوكهولم رحمة عقيلوف، وسيتم عرض جزء كبير من التحقيق الذي يضم 9000 صفحة بشكل علني، بما في ذلك استجواب المشتبه به والشهود على الهجوم. هذا وعقد المدعي العام هانس إيرمان مؤتمرا صحفيا اليوم بشأن المحاكمة، مؤكدا أن عقيلوف أراد معاقبة السويد على المشاركة في التحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية، وعرض تنفيذ هجمات إرهابية في ستوكهولم لصالح التنظيم. وكشف عن وجود العديد من مقاطع الفيديو المسجلة للمتهم وهو يقسم بالولاء لداعش. وتشترط إدانة شخص بعمل إرهابي في السويد أن يكون ألحق ضررا خطيرا بدولة أو منظمة حكومية دولية، وتقصد أيضا إلحاق الأذى والخوف الشديد بين المدنيين. رئيس حزب اليسار يوناس خوستيدت يطالب الحكومة السويدية بإعادة أنصار داعش الذين يحملون الجنسية السويدية، وكذلك المعتقلين لدى القوات الكردية في سوريا والعراق، وتقديمهم إلى العدالة في البلاد. وأكد على وجود مخاطر كبيرة في حال عدم التحرك سريعا لإيجادهم قبل اختفائهم. ورأى خوستيدت أن القضية ملحة، وهناك مخاطر من إطلاق سراح أنصار داعش الذين يحملون الجنسية السويدية والمعتقلين من قبل قوات حماية الشعب الكردية إذا ما استمر هجوم القوات التركية، وعندها لا يمكن تقديمهم للعدالة. وقال في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان اليوم: من المخزي ألا تفعل السويد شيئا بهذا الخصوص. الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في السويد يتجه نحو الانتخابات بثقة جيدة بالنفس، كما قال، مؤكدا أنه سيحصل على نتيجة أفضل من نسبة 31% التي كان قد حققها في انتخابات العام 2014. وأعلن مسؤول الانتخابات يوهان زانتشي في مؤتمر صحفي اليوم أن أولويات الحزب تتمثل في تحسين خدمات الرفاهية الاجتماعية وكذلك القانون والنظام وتسريع اندماج القادمين الجدد في المجتمع السويدي. وأكد زانتشي أن الحزب لن يكرر الأخطاء التي قامت بها الأحزاب الشقيقة في بلدان أخرى، قائلا: سترون تراجعا في النقد الاجتماعي. متابعة صحفية مشتركة للتلفزيونين السويدي وتشيلي تكشف عن وجود احتمال بأن يكون الأطفال الذين جرى تبنيهم من تشيلي قد تعرضوا للاتجار بالبشر على نطاق واسع. وذكر العديد من أولياء الأمور الأصليين من تشيلي أنهم لم يتركوا أطفالهم طوعا. من جهته قالت المديرة السابقة لمصلحة رعاية الأطفال في تشيلي مارتا غارسيا إن مهربي البشر عرضوا على الأمهات الحوامل أو اللواتي أنجبن حديثا في المناطق الفقيرة والمهمشة المال لترك أطفالهن للتبني. يذكر أن نحو 2000 طفل جرى استقدامهم من تشيلي إلى السويد بهدف التبني خلال الفترة بين عامي 71 و92، وقد يكونون قد تعرضوا لعمليات تدخل في نطاق الاتجار بالبشر حسب التقرير. استياء بين مساعدي الممرضين في هالاند بعد قرار مضاعفة تعويض ساعات العمل ليلا للممرضين فقط. ونقل راديو السويد عن فريدريك يارستال الموظف في مستشفى المستاد
أن التعويض عن ساعات العمل الليلية يجب ألا يكون متباينا، فمساعد الممرض يعمل مثله مثل الممرض تماما، ورأى أن القرار خاطئ عبر مضاعفة تعويض ساعات العمل الليلية وأيام الإجازات للممرضين والممرضات، في حين يحصل مساعد الممرض على زيادة قدرها 50% فقط. ولكن حسب ستيفان بيغنستون من حزب الوسط، فإنه من الصعب جدا توظيف ممرضات وبعض الممرضين للعمل في أوقات المساء والليل، لذلك تم استغلال الموارد المالية لدفعهم على القبول. إصابة حارس أمن أثناء إيقافه مشتبه به في سرقة متجر للمواد الغذائية في ستوكهولم. وحسب المتحدثة باسم شرطة ستوكهولم توهينغ، فإن الحارس يحتاج للرعاية الصحية، إلا أن إصابته ليست خطيرة. وقع الحادث في الساعة 9:30 من صباح هذا اليوم، عندما قام حارس الأمن بإيقاف رجل يشتبه أنه سرق من محل بقالة، وألقت الشرطة القبض على المشتبه به في منطقة مجاورة. ننتقل الآن إلى حالة الطقس. إلى هنا وتنتهي نشرة الكومبس، إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية SC مابلر.